لن ننزح ولن نترك أرضنا ومنازلنا مهما كلفنا الأمر، كلمات يرددها سكان شمال قطاع غزة مع تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية والمدفعية على شمال القطاع، وقام بحصار مشدد ومنع الماء والغذاء والدواء عن السكان الذين رفضوا إخلاء بيوتهم. ايش وضع الجنوة؟ بتصل عليهم بتواصل معاهم، لا خش عليهم مساعدات، لا خش عليهم مية، المكان كله الطرق مقطعة، لا بخش من عند ابو شرخة مسكرين ومن عند شارع النزهة مسكرين، فيش اي وسيلة ان الواحد يصل لو يقلط العلاج للمريض، ولا حد بيقدر يطلع برا، ولا حد بيقدر يولع نار في داره. وفي محاولة لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع، قام الجيش الإسرائيلي بعمليات برية وجوية متواصلة حتى اللحظة، وطوقت قواته جباليا وبيت لاهيا منذ 12 يوما، وقد شهدت قصف وقتل ودمار في كل مكان، إضافة لقيام الجيش بتقسيم شمال القطاع إلى جزئين. يقول إنه إحنا من الآن ما بنقدرش نتحرك اتجاه الشمال إطلاقا، معزولين جدا، الجيش متواجد في المنطقة اللي من خلف مني بكتافة وبستهدف أي شيء متحرك، أي شيء متحرك بستهدفوه، ما فيش إمكانية تدخل الشمال. من بابات عزلت الشيخ رضوان عن الشمال، عزلت الشيخ رضوان كله عن الشمال، ما فيش إمكانية، حتى البني آدمين اللي بدها تدخل المكان حيكون حياتها في خطر، بتم استهدافها مباشر. نعم، اليهود رموا علينا مناشير وطالبونا باسطوانات بالرحيل من شمال غزة منطقة الصفطاوي، لكن ليس هناك أمامنا بديل، إما أن نبقى في بيوتنا أو تحت الأرض. مشاهد الموت والدماء والنزوح أصبحت في كل أحياء شمال قطاع غزة، وبعض الشوارع باتت فارغة، لكن سكان البيوت يرفضون إخلائها والانصياع لأوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء كافة مناطق شمال قطاع غزة. عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.